أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله
يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما فبأي آلاء ربكما تكذبان سبحان الله سبحان الله وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء
بسم الله فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. لا زینت القرآن نجم القرآن محترم قاری محمد ابراہیم نعیمی سیالوی صاحب، یقیناً ہمارے دلوں کے یسر کو مدینہ بنایا ہے اور خوبصورت محفل پاک پر قرآن پاک کا ابری کرم برسایا ہے. یقیناً حاضری اور ابری کا شرف حسین انداز میں پیش کیا ہے. سلامت اور قیامت رہی.